بعد 5 سنوات من ثورة التغيير السلمية تستعيد تعز حراكا ثوريا خاصا بها على الرغم من حالتها الخاصة المتدهورة في ظل الحرب. فبراير في ذكراه 5 أنعش آمال أبناء هذه المحافظة التي انطلقت منها أول شرارة الثورة اليمنية في الربيع العربي. تشعرك هذه الجماهير كأنك في 2011 وما تزال تهتف وتنادي بمحاسبة القتلة من يقودون حربا هنا في تعز وغيرها من المحافظات بعد أن تحالفوا وكشفوا عن أسوأ مرحلة دفعوا الوطن إليها في العصر الحديث، كاشفين قبل ذلك عن نواياهم المشوهة وعن مشروعهم التدميري. لكن ذلك على ما يبدو لن يمر، إذ تحضر هنا الهوية الوطنية الجامعة بقوة، ومعها رفعت صور الشهداء، ولم ينسى المتظاهرون أيضا شكر من يساندهم في هذا الظرف العصيب. اليوم نحن ومعنا أخواننا في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لمواجهة هذا المشروع، مشروع العدوان والانقلاب. في الوقت الذي هتف فيه الثوار هنا هكذا، احتفل أيضا من في الصفوف الأمامية هناك في جبهات القتال أيضا على طريقتهم مواصلين الدفاع عن مدينتهم. نحن نحتفل والمقاومة الشعبية على كل الجبهات وفي كل المحافظات تقاوم المخلوع وعصابته حتى نحرر هذا البلد الذي ظل بيد العصابات 33 سنة. المرأة هي الأخرى كان لها حضور في كل المراحل المختلفة منذ 5 سنوات وحتى اليوم، وها هي تستعيد ذكرى فبراير كما تحب وعلى طريقتها، مهرجان فني وخطابي حاشد تؤكد فيه شراكتها في الثورة والمقاومة على حد السواء. وكذلك هي تعز تعيش الحرب وتتساقط عليها قذائف قوات المخلوع وميليشيا الحوثي إلى أنها لم تستطع وأد فرحة فبراير. هذا ما ترسله مدينة الثقافة بإصرار، وهذه الجماهير المحتفلة اليوم هنا. هي الثورة والمقاومة، هي تعز، هي الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك لن تنهزم مدينة تتجسد الثورة، وثورة تستوطن بقعة جغرافية متوهجة اسمها تعز. لا زالت تعز تحتفل وتحتفل بروح فبراير لتوصل رسالة ماضون في تحقيق أهداف الثورة. أنيس العلواني، قناة بلقيس، تعز.